لا بقول ابن الروح القدس الواحد امين. بشكر محبه ابائي، انا ما كنتش جاي مستعد ان انا اقول حاجه، خصوصا الواحد يخاف يتكلم في وجود الاباء الكبار اللي موجودين، ابونا لوقا وابونا فليمون اساتذتنا، واللي اختبروا الكهنوت والخدمه في الكهنوت من سنين طويله. فالاول احب اهنيكم بال العيد الخمسين لكهنوت أبونا لوقا، ونقول له الرب معك يا جبار البأس. نص قرن مضى، وقبل كمالة النص قرن الثاني تكملة القرن يعني في الكهنوت. طبعا 50 سنة في الكهنوت دي حاجة ما هيش هينة أبدا أو حاجة سهلة. شوفوا كل يوم من الفجر بيصحى الكاهن لغاية نص الليل مشغول ازاي في طلبات الشعب واحتياجات الشعب، بصورة بتستنزف كل وقته ومشاعره وأفكاره وحياته. فده يعني هي النعمة اللي بتسند، نعمة ربنا هي اللي بتسند وهي اللي بتقوي وهي اللي بتدي الإمكانية، زي ما قال معلمنا الرسول لا أنا بل نعمة الله العاملة معي. فإحنا بنهني أبونا لوقا ملاك هذه الكنيسة بالعيد الخمسين لكهنوته، وبندعو له بالصحة والمعونة الإلهية وتأييد الروح القدس ليعمل فيه في الإنسان الباطن بالروح لمواصلة وتكملة هذه الرسالة. وأنا بقالي مدة ما جيتش وشايف الكنيسة بتكبر، ومبروك عليكم الكنيسة الجديدة الكبيرة، إن شاء الله تكون يعني ربنا يكمل عمله ويكمل جميله وبالخير والبركة، وتبقى منارة كبيرة في هذه البلاد. بالنسبة لحاجات صغيرة ممكن افتكرها بالنسبه لابونا بشوي كامل، ابونا بشوي كان حبيب وشخص يعني صديق حميم. كنت انا عايش في القاهره، هو في اسكندريه زي ما انتم عارفين، لكن انا نص بتاعي جه من اسكندريه. هو اللي جوزني وهو اللي اختار لي العروسه. كان في يوليا سنه 64، وكان البابا شنودة لسه أسقف تعليم وعمل مؤتمر للخدام في المندرة، كنيسة مريمينة بالمندرة اسكندرية، الكنيسة اللي على البحر، واجتماعات صباحية ومسائية. وكان أبونا بشوي ربنا يناح نفسه كان عامل رحلة من كنيسة سبورتينج، ماري جيرجس سبورتينج، عدد كبير من الشبان والشابات مقيمين هناك في مدة المؤتمر ده كله. فالمؤتمر كان بيتكلم نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم صباحا ومساء، وكنا مرابطين هناك في مدة الصيف. فعزمت على الفطار عندي في يوم من الأيام قبل المحاضرات ما تبتدي بتاعة الأنبا شنودة، فجه هو وتسوني أنجيل. فوالدتي الله يرحمها بتقول له يا ابونا بشوي ما تعرفش عروسه كويسه لماهر، وده اسمي القديم قبل الكهنوت، هو عايز واحده خادمه تعرف ربنا، مش واحده لسه هيعلمها، واحده تكون تعرف المسيح وتعرف الكنيسه كويس، تعرف الانجيل كويس، وتشاركه في حياه الخدمه اللي هو بيحبها. فقبل ما يتكلم يفتح بقه يفكر في اي حد، تسوني انجيل قلت له ما تقول له يا ابونا قول لهم على مارسيل، هي تسوني مارسيل زوجتي. فبقى من هنا بدات يعني عايز اقول ان المؤتمرات الروحيه دي برضو بيبقى ليها ساعات سايد افكس، اقصد بينيفيت افكس بينيفيت افكس نصلح الحكايه. فيعني كتير من الخدام بيعرفوا بعضهم بعضا فيها وبيتزوجوا. وجي حضر طبعا، هو كان احد الاعمده في صلاه الاكليل، وكان البابا كرولوس وقتها انتدب نيافه الانبا صموئيل مع كهنه اسكندريه في عمل الاكليل في اسكندريه.
وتوطدت العلاقات بيننا وكنت باجي دايما الصيف اقضي في اسكندريه اجازه المحاكم بتبقى بالثلاث اشهر فكان بيبقى في فرصه كبيره للخدمات والنهضات ونهضه العذراء وغيره فاذكر انه في مره انا بصلي قداس كان يوم الجمعه الصبح في كنيسة مارجريت سبورتنج وفايت ابونا بشوي بخر وبعدين جه وقف جنبي على الايل وقال لي انا عايز اجي لك المكتب علشان عايزك ترفع لي قضيه طلاق فقلت له قضيه طلاق وده معقول ايه الكلام ده قال لي معلش لما تعرف هبقى افوت عليك اول ما اوصل مصر هكلمك في التليفون طيب وبعدين بعد كام يوم بصيت لقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي انا بكلمك هنا من مصر الجديده وهجيب لك العروسين الزوجين اللي عايزين يتطلقوا قلت له طب الزوجين ليه ما تجيب الزوج بس اللي عايز يطلق لك ليه الاحراج ده في وجود الثاني قال لي معلش 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 هتعرف كل حاجه طيب بعد ساعه بصيت لقيته جاي ومعاه الزوجين واخت الزوج وقال لي فلان وفلانه و دول متجوزين بقى لهم كذا سنة وعندهم أولاد وعيلة كويسة خالص لكن في مشكلة والزوج مصمم فيها أنه يرفع قضية طلاق وأنا كأسيس عملت اللي عليا وما وصلتش لنتيجة فأنت شوف شغلك كمحامي وأنا هخرج برا عشان تتكلم معهم تكلموا بحريته بعد شوية فبقول له ايه الاسباب يعني عايز يرفع قضيه الطلاق دي قال لي ده خلاص موضوع منتهي موضوع منتهي ما فيهوش فصال ما فيهوش كلام ده قرار نهائي مقفل خالص قلت له طيب يعني عايزني اكتب في صحيفه الدعوه اقول رافع قضيه الطلاق ليه ما هو لازم نذكر اسباب قال لي يقول ما اتفقناش وخلاص كل واحد عايز يروح لحاله قلت له طيب عن اذنك رحت لابونا بشوي قلت له ايه حكايته الاخ ده يعني ايه ما نكتبش اسبابه ما تنفعش القضيه قال لي طب ما احنا مش عايزينها تنفع قلت له مش عايزها تنفع امال انا احلل الاتعاب اللي انا هاخدها ازاي قال لي مش انت هتعمل شغل وفي ورق وفي عندك كتبه وفرسين في المكتب في ناس موجودين في المكتب بيشتغلوا بتدفع ضرائب وبتاع اعمل له اللي هو عايزه معلش نتمشى معاه شويه قلت له طيب قال لي انا عايز افوت بكره الصبح وانا رايح البنك الاقي صحيفه الدعوه جاهزه كنت سالت ابونا بشوي بس طب اديني انت فكره ايه الحكايه قال لي الحكايه انه اتلمت عليه واحده زميلته في الشغل مسلمه وكلت عقله والظاهر انه خلاص وقع في غرامها ومش قادر يسيبها لكن مراته سيده فاضله وكامله وما فيهاش عيب ابدا فمعلش ناخده على عقله شويه كده راحوا له كل اسس مصر الجديده ويحاولوا معاه يوعظوا وينصحوا ويقول لهم خلاص ده قرار نهائي وما فيش تفاهم يقولوا ده راجل مجنون سيبوه يمشي فابونا بشوي كانت سياسته بقى النفس الطويل بعد النظر طب يمشي معاه خطوه لا قافل لازم يرفع القضيه ما فيش تفاهم الا بعد رفع الدعوه طيب نرفع الدعوه وبعدين هنصوم ونصلي ونحاول معاه بعد ما تترفع الدعوه طيب قال لي اتعب قد ايه افتكر قلت له كلام يعني ملاليم علشان ما يستخسرش الفلوس ويكمل بقى في القضيه قال يا بس كده طيب خلاص قلت له بس القضيه انا هجهز لك صحيفه الدعوه زي ما بتقول عايز تفوت الصبح تلاقيها مكتوبه بس مش هقدر ارفعها الا لما تجيب لي شهاده من البطريركيه بان الطرفين اباط ارثوذكس وانه وثيقه الزواج والحاجات دي قال لي دي بقى عايزه مشوار للبلد المنصوره ومش عارف ايه طيب حاضر في اقرب فرصه هبقى اروح اجيب الاوراق دي فات الصبح فعلا بدري قبل الشغل ولقى عرضت الدعوه مكتوبه باسم فلان ضد فلانه والعناوين والبيانات واتجوزوا بتاريخ كذا وفقا لشريعه الاخبار الارثوذكس واختلفوا سوا وحس انه مش متفقين يرغب في الانفصال كلمتين اللي هو عايزهم
قال طيب خلاص متشكر قوي، انا في اقرب فرصه هجيب لك المستندات دي. واللي كان مستعجل قوي ده من هيجي تاني يوم على طول بالفجر، اذا به يفوت اسبوع واثنين وثلاثه شهر واثنين، الراجل راح ما رجعش. فطلبت مراته، طلبت البيت في التليفون، ايه الحكايه؟ ايه اللي بيحصل؟ قالت لي هو لما لقى الحكايه دخلت في دور جد والقضيه خلاص وراح لمحامي والقضيه هتترفع، فابتدى بقى يتردد شويه وابتدى ابونا بشوي يزور، خلاص بردت نارك، رفعت القضيه نتفاهم بقى، وقال بنصلي وبنعمل قداسات وبنصوم وبنصلي له. فقالت هو انا شايفه انه ابتدى يتراجع دلوقتي، ف بس بيقول انا مكسوف من المحامي. قلت لها لا، اقول له ما يكسفش، اقول لك ما تجيبي، ما تفكروش، ما تفكرهوش بالمحامي ده خالص. والمساله ابتدت تتحل هو ببركه تدخل ابونا بشوي وكلامه وصلواته وبتاع. فاتت مده كبيره وبعدين اخيرا فوجئت بانه هو الاول اداني تليفون وقال لي خلاص انا عدلت عن رفع قضيه الطلاق وانا متشكر قوي. قلت له طب فوت خد الفلوس اللي انت دفعتها، وقال انا عدلت عن رفع القضيه، طيب عال مبروك كويس. ما فاتش كام شهر وقرينا النعي بتاعه نازل في الوفيات في الاهرام، وكتب له مراته كلام مؤثر قوي، وعنده كان ولدين صغيرين وبتاع. فابونا بشوي قال على كل حال مات مسيحي، لانه لو اتجوز المسلمه دي كان لازم يغير دينه ويسلم، وكان بقى هيضيع ابديته وبتاع. وعلى الاقل هو مات على برضه مش متطلق ولا حاجه، وفي الاخر يعني هو قدم توبه واعترف وكل حاجه. فدي صورة من الصور، مثل من الأمثلة التي لمستها عن أبونا بشوي واهتمامه بالأفراد وسياسة النفس الطويل، وده جاي له من اسكندرية لمصر الجديدة علشان يخدمه، لأن أخته أخت الزوج كانت من عنده من اسكندرية. فكان بيهتم اهتمام كبير جدا، وزي ما انتم عارفين القصص الكتيرة بقى بتاعته اللي زي الأساطير، البنت اللي حاولوا يخطفها عربية البوليس ومسك في العربية وجرجروه مسافة، حاجات كتيرة بالشكل ده. لما بقوا يقبضوا على العمال في بنا كنيسة كيلوباترا، العدرة كيلوباترا اسكندرية، وراح مسك هو البتاع بتاع المونة دي وابتدى يبني. بعدين أمر جاب المأمور وقال له أنت بأمر مين بتعمل الشغل دي؟ قال له بأمر الست العدرة. المأمور تلبش وما عرفش يجاوب ولا يقول ايه، وخاف كده. واتبنت الكنيسه دي واتبنت كنائس غيرها. انا حضرت معاه تاسيس كنيسه سيدي بشر اللي كان شارع 15 اظن بتاعت بطرس خاتم الشهداء، وكنيسه الحضره، وعده كنائس في اسكندريه. كان يتفق مع متنيح الانبا ماكسيموس يجوا يصلوا فيها العشيه ويعمل قداس في الفجر، وكانت الكنيسة اللي تصلى فيها وقتها كانت القوانين بتسمح إنها ما يمنعوهاش فيما بعد. فتأسست كنيسة، كنائس كتيرة، أسس كنائس كتيرة بالشكل ده، وكان له أولاد في كل حين. أذكر لما اشتد عليه المرض الأخراني وقلت لسيدنا البابا شنودة ربنا ينيح نفسه إنه أبونا بشوي يبدو إنه في أيامه الأخيرة ومتألم جداً، فقال لي طيب، اتفق معي على ميعاد واخدته معي في العربية ورحنا زرناه في الشقة بتاعته. فكان أبونا بشوي من شدة الألم يحط المخدة في بقه ويعض عليها بسنانه من شدة الوجع وشدة الألم. ولما شاف سيدنا البابا راح يزوره في أيامه الأخيرة دي يتأثر وبكى جدا، والبابا شنو ده كان رخر حنين وعاطفي جدا، ما كانش يحتمل أبدا أن حد يبكي قدامه، فصلى له بسرعة ورشمه بالزيت وانصرف. فكان حياة ملائكية جميلة رائعة تجمع بين الفضائل المسيحية كلها، ثمار الروح القدس التسعة، المحبة، الفرح، السلام، طول الأناء، اللطف، الصلاح، الإيمان، الوداعة، التعفف.
برج الفضائل بتاع بطرس الرسول قدمه في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفو في التعفو في صبر وفي الصبر تقوى وتقوى مودة أخوية والمودة الأخوية محبة كل الفضائل دي شفناها فيه فكان قاموس من الفضائل الحلوة وكان راعي مثالي وكاهن مثالي وصديق للجميع للكبار والصغار أذكر أنه هو اللي عمد بنتي في الدير سنة 68 كان البابا شنودة وقتها أسقف وبقى متحرج يعمدها ازاي في وجوده لكن البابا قال له لا انت اللي تعمدها انا هحضر لكن انت اللي تعمدها انا خاف العيال الصغيرين دول يتزفلطوا من ايدي ده كان التعبير اللي قاله سيدنا الانبا شنودة وهو اسقف في ذلك الوقت فاللي عمدها ابونا بشوي ولا زال محتفظ بصوره تذكاريه جميله وهو شايل ميري بنته على ايديه وهي بالفستان المعموديه اللي زي العروسه الصغيره دي فكان أحد أفراد العيلة كان مش بس صديق للعيلة لكن كان أحد أفراد العيلة في كل الظروف كنا نلجأ إليه وكنا نشوفه وكنا نتصل به وكان يمر علينا يفتقدنا كأننا من شعب مرجرجس سبوردينج سواء كنا ساكنين في الدقي أو في أي مكان في مصر كل ما ينزل يفوت علينا كان بركة كبيرة ولا يزال بمثاله وبشفاعته وبصلواته ومثاله الحي ده ربنا ينفعنا بسيرته المباركة دي وأنا شايف أنه أبونا لؤى هو امتداد لحياة أبونا بشوي وهو أكتر واحد يعني عاش معاه عن قرب وخدم معاه في ماري جيرجس سبورتينج كانوا هم الثلاثة تقريبا شخص واحد أبونا بشوي وأبونا تدرس يعقوب وأبونا لؤى في خدمتهم نفس المدرسة نفس الروحانية نفس العمق نفس الخدمة نفس الغيرة على الكنيسة كل الحاجات دي شفناها فيهم هم الثلاثة ربنا ينيح نفس أبونا بشوي وفي نفس الوقت احنا بنذكر النهاردة بمناسبة عيد الصليب وبنذكر العيد الذكرى السنة الخامسة لرحيل أبينا الحبيب مثلث الرحمات البابا شنودة احتفلنا بها في هذا الصباح كان معنا نيافة الأنبا إبراهام وبنذكر أيضا بنحتفل أيضا في المساء بعيد آخر وهو عيد مرور 50 سنة على رسامة أبونا لؤى في الكهنوت ربنا يديله الصحة وطول العمر وينفعنا بخدمته وبركاته وصلواته لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين